الملائكة حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع رحلة إلى الدار الآخرة. أسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. ندعو الوالدي والأخت وضع المصري وشيخي وحبيبي وتجراسي الشيخ أبو إسحاق الحويني وأخوي وحبيبي الشيخ محمد حسان والشيخ وأخوي حبيبي الشيخ مدحت عمار والأستاذ ياسر الهواري والحاجة خيرات والحاجة سعاد عفر والأستاذ عمرو عوني عبد الفتاح والحج محمد عبد العاطي والطفلة براءة والأخت داليا رفاعي والطفل مروان شادي سمير والحجة هدى من تونس وحياة العرضة وأم ريم من الكويت وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي، بندعو لوالدة أخويا وحبيبي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور عزة محمد ندى والأستاذ محمد صلاح عبد الواحد والأستاذ حمدي صلاح عبد الواحد والأستاذ إبراهيم سمير صبحي والأخت نعمة أحمد عبد المجيد. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم ولنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. تعالوا نكمل دروس رحلة إلى الدار الآخرة. النهاردة درس من أهم ومن أخطر الدروس اللي هنقولها في رحلة الدار الآخرة، وأرجو تسمحوني أنا صوتي تقريبا بتحش خالص، يعني أدعوني ربنا يعني يسلكم العمد إن شاء الله ويكرمنا كده إن شاء الله وأقدر أتكلم النهاردة. فالحقيقة موضوع النهاردة في غاية الخطورة، كما قلنا كل الموضوعات من كتاب رحلة الدار الآخرة. لكن قبل ما أبدأ عايز بس أذكر النهاردة في عجالة سريعة كده الأخوات اللي جددوا البيعة ولسه بعتين النهاردة، يعني وفي معايا والله يعني ورق كتير في البيت بس نسيته النهاردة، الأخت أم نضال والأخت أم يوسف والأخت سارة سعد والأخت أم براء والأخت أم محمد والأخت وأم رهف من سوريا وأم أنس من السودان. ربنا يا رب يثبتهم ويبارك فيهم ويثبت أخواتنا جميعا على الحجاب رب العالمين، ويكرم كل أخت لسه ما اتحجبتش افتح نفسها بقى كده ربنا يكرمها إن شاء الله وتجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة لقائنا مع أول علامة من علامات الساعة الكبرى. احنا انتهينا من 59 علامة صغرى ذكرناها كلها تقريبا بالتفصيل وطولنا فيها شوية، وذكرنا بعدها إن صح القول علامة الساعة الوسطى المهدي المنتظر عليه السلام محمد بن عبد الله المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه لما يجي إن شاء الله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقلنا عشان بس بذكر في عجالة سريعة إن هو لما يظهر من جهة المشرق ويبايع له بين الركن والمقام، وزي ما قلنا اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أبي النبي، اسمه محمد ابن عبد الله. محمد ابن عبد الله المهدي زي ما قلنا يا جماعة يعني هيصلي خلفه عيسى ابن مريم رسول من أولي العزم الخمسة، وده منقبة فخر عظيم جدا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم، فدي منقبة عظيمة جدا تضاف للمناقب العظيمة لهذه الأمة اللي ربنا قال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيعني سبحان الله، فالمهدي عليه السلام احنا زي ما نقول كده الارض بتمهد الان لانتظار او لاستقبال المهدي. قلنا الحلقه اللي فاتت هل هو ده زمن المهدي؟ قلنا لا، انما هذا هو زمن التمهيد لاستقبال المهدي عليه السلام. وقلنا يا جماعه الخير ان قبل ظهور المهدي عليه السلام لابد ان تقام اما خلافه اسلاميه كما قال الشيخ الالباني عليه رحمه الله سبحانه وتعالى، اما تقام خلافه اسلاميه او تمهد الارض لاقامه خلافه اسلاميه بظهور المهدي
عليه السلام، وهتكون الدنيا كلها والدنيا والعالم كله رجع فعلا للدين وللإسلام. والدليل على هذا ان هنكون المسجد الأقصى هيكون في حوزة المسلمين، وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويصلي خلف المهدي في المسجد الأقصى، وان شاء الله نكون خلف المهدي وخلف عيسى ابن مريم عليهما السلام، ونقضي اجمل 7 سنوات في الكون ده كله. وذكرنا بقى الخيرات الجميلة التي ستكون في عهد المهدي وعيسى عليهما السلام. وفي الوقت دوت بعد ال7 سنين زي ما قلنا ترجع البشرية مرة تانية إلى الشرك وإلى الكفر عياذا بالله، حتى لا تقوم الساعة وعلى الأرض إنسان واحد يقول الله الله أو يقول لا إله إلا الله. فعلى هؤلاء الناس تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يا الله، إن شاء الله ببركة هذه الجلسة الطيبة إن شاء الله، أنا واثق إن ربنا هيصل لي كده وصوتي يسلك إن شاء الله، والحلقة إن شاء الله ربنا يكرمنا بيها، ودعواتكم طبعا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وإن شاء الله نبدأ من الليلة دي في الحديث عن علامات الساعة الكبرى بالبلدي كده. دخلنا بقى في الجد بقى، عايزين نعرف إيه علامات الساعة الكبرى، كم علامة علامات الساعة الكبرى؟ قلنا 10 علامات. يا ترى ليها ترتيب معين؟ هتشوف دلوقتي هل ليها ترتيب ولا ملهاش ترتيب. لكن عايز أقول حاجة، احنا النهارده هنتكلم عن موضوع خطير جدا، ليه علامات الساعه الكبرى، او هنبتدي في الحديث عن علامات الساعه الكبرى العشره. العشره دولت ليهم ترتيب معين؟ لا، ما لهمش ترتيب معين. والدليل على كده ان ما فيش ولا حديث مرتبهم. يعني ايه؟ يعني هذكر لك حاجه غريبه جدا، حديثين والحديثين رواهم الامام مسلم، ورغم ذلك في الحديثين رواهما الامام مسلم، وراوي الحديث هو صحابي اللي هو حذيفة بن أسيد الغفاري، ورغم ذلك هو نفس الصحابي وروى نفس الحديث مرتين، مرة بترتيب معين ومرة بترتيب آخر. هتشوف دلوقتي الحديث أو الحديثين عاملين إزاي. تعال نشوف الحديث الأولاني رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه قال اطلع النبي علينا صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ بتتكلموا عن إيه؟ فقالوا يا رسول الله نذكر الساعة، بنذكر الساعة. شوف أدي سبحان الله، شوف يا جماعة الصحابة كل ذهنهم فين؟ نذكر الساعة، بنفتكر الأيام هتقوم إمتى، بنفتكر علامات الساعة، بنفتكر آخرتنا، بنفتكر اليوم اللي هنقف فيه بإذن ربنا. لأن سامحوني والله الذي لا إله غيره، لو تذكرنا أن في يوم هنقف فيه بإذن ربنا هتنصرح أحوال المسلمين جميعا. الأيام دي ممكن تشوف حاجات عجيبة، أخلاقيات عجيبة، واستحلال بين المسلمين لأموال بعض ولدماء بعض والأعراض بعض، وأشياء بشعة النهاردة ترتكب ما بين بعض المسلمين. لو تذكروا أن في آخرة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله، يبقى إذن كل حاجة تقربك من الجنة اجري عليها، وكل حاجة تقربك من النار ابعد. حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا وحبيب الكون ده كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. ما فيش خير في الكون ده كله إلا والنبي قال لنا عليه، وما فيش شر إلا والنبي حذرنا. اوعوا ابعدوا، اوعوا تقربوا من الشر ده. حبيبنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، صح فعلا صدقت يا الله، يعني فعلا النبي عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. امال بالكون ده كله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. حبيبنا اللي الدنيا كلها النهارده لابد انها تعرف قدر النبي ومكانه النبي، ويعني ومش عارف اقول ايه، قدر النبي ما حدش يعرفه ابدا، لا انس ولا جن ولا بشر ولا مسلم ولا كافر، حدش يعرف قدر النبي الا الرب العلي سبحانه وتعالى، ربنا فقط وبس سبحانه وتعالى. ربنا هو الذي يعلم حقيقة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي عليه السلام لما أوذي في الطائف حد يعرف قدره؟ حدش يعرف قدره. لكن المولى عز وجل وهي رسالة، رسالة من الحق جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان أهل الدنيا والناس ديت مش عارفين قدرك، تعالى اطلع وشوف قدرك في السماوات العلى بين ملائكة السماوات السبع الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة مطهرون كلهم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، منهم من هو قائم إلى قيام الساعة، ومنهم من هو راكع إلى قيام الساعة، ومنهم من هو ساجد إلى قيام الساعة، كلهم بلا استثناء
يعرفون قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يقول أيضا صلى الله عليه وسلم إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس، هم دول بس اللي مش عارفين قدر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف ترتيب الحديث. حديث الأولان هو مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه قال اطلع النبي علينا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ تكلموا عن إيه يعني؟ فقالوا نذكر الساعة، فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدجال الدخان أو الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك أو آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم إلى أرض المحشر. حديث نفس الحديث وبنفس التخريج رواه مسلم وأيضا عن نفس الصحابي بترتيب تاني خالص. عن حذيفة أيضا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، وفي رواية والعاشرة نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ده حديث واحد عن صحابي واحد وبتخريج واحد، ورغم ذلك اختلفت الروايات. إذن فليس هناك ترتيب يعني نقدر نقول ان الترتيب النهائي ده هيطلع بعد ده وده يطلع بعد في حاجات معينه معروفه، معروف ان ده هيطلع بعد ده. يعني على سبيل المثال بمجرد ما يظهر الدجال مباشره لابد يكون بعدها نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وبعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام مباشره ظهور يأجوج ومأجوج. اما بقيه ترتيب العلامات ففيها خلاف بين أهل العلم، زي ما قلت لحضرتك مش واضحة قوي في بعض الأحاديث. لكن بعد الجمع بين الروايات التي وردت عن حبيب رب الأرض والسماوات يتضح لنا كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال يتضح من الجمع بين الروايات أن خروج الدجال، واحفظ معايا وركز ركزوا معايا بجد عشان الموضوع خطير جدا، أنا بعتبره من أخطر المواضيع اللي هنتناولها في رحلة إلى الدار الآخرة. بيقول الحافظ ابن حجر بيقول بعد الجمع بين الروايات يتضح أن خروج الدجال هو أول الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم على وجه الأرض. أول العلامات اللي هتظهر المؤذنة بتغير أحوال العالم على الأرض هي ظهور الدجال، خد بالك. وطلوع الشمس من مغربها هو أول العلامات العظام المؤذنة بتغير بتغير أحوال العالم العلوي. يبقى العالم الأرضي أول علامة من علامات تغير أحوال العالم العلوي هو طلوع الشمس من مغربها، وأول علامة من علامات تغير أحوال العالم الأرضي هو ظهور الدجال. واضح كده؟ يبقى إذن المسألة واضحة، أول علامة من علامات التغير الأحوال في الأرض هي ظهور الدجال، وأول علامة توضح تغير العالم العلوي هو طلوع الشمس من مغربها. طيب تعالوا بقى نشوف علامات الساعة الكبرى لما هتظهر ما بين كل علامة وعلامة قد إيه تقريبا. يعني بدأت تظهر مثلا أول علامة، هب ان اول علامه هي طلوع الشمس من المغرب، او هب ان اول علامه هي ظهور المسيح الدجال. العلامات اللي بعدها يبقى المسافات اللي ما بينها قد ايه؟ المسافات اللي ما بينها لا تكاد تذكر. معقوله؟ ليه؟ لان بمجرد اول علامه كبرى هتظهر يا جماعه مباشرة بعدها بقية العلامات هتجري وراء بعضها، زي حضرتك هشبهها لك بحاجة كده ودي ورد فيها حديث هوضحه لك دلوقتي. عارف حضرتك السبحة أو العقد بمجرد ما تقطعه بيحصل إيه؟ بالضبط كده، الحلقات بتاعته بتنفرط وراء بعضها وبتجري وتتدحرج على الأرض. نفس الحكاية علامات الساعة الكبرى عاملة زي حبات السبحة أو حبات العقد، ومجرد ما ينفرط على طول حلقة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة حتى ما ينفرط العقد كله. هي دي علامات الساعة الكبرى. في دليل عندك على الكلام ده؟ عندي دليل، بس اتصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خروج الآيات بعضها على إثر بعض ورا بعضها يتتابعن، لسه نص الحديث، يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. قال ابن حجر
وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. ولذلك أول علامة هنتكلم عنها النهاردة مش هنقدر نكملها طبعا، لأن العلامة دي علامة من أخطر العلامات. هتشوف حاجات وهتسمع حاجات فعلا بجد مشوقة جدا، وبجد حاجات لا تخطر على قلب بشر، حاجات تقول مش ممكن، ايه ده، معقوله ده هيحصل؟ يا خبر ابيض، يعني ده فتنه كبيره جدا، دي اكبر فتنه، اكبر فتنه، اللي هي فتنه المسيح الدجال. فتنه المسيح الدجال، وده مش كلامي ولا كلام واحد من التابعين ولا كلام واحد من اهل العلم ولا كلام واحد من الصحابه، ده كلام حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، ان اكبر فتنه من اول خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها هي فتنه المسيح الدجال. ما فيش فتنه عليك يا ارض هتظهر، ظهرت او هتظهر، اشد من فتنه المسيح الدجال، اشد فتنه في الكون ده كله. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم علشان ما ننساش فتنه المسيح الدجال، فأمرنا أو دلنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا بعد التشهد وقبل التسليم من كل صلاة نتعوذ بالله من أربع حاجات: من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كما ورد في الحديث إن أنت قبل إيه، في دبر كل صلاة، دبر الصلاة مش معناه بعد ما تسلم، لا، دبر الصلاة هو آخر الصلاة، آخر الصلاة تحسب أنت في آخر الصلاة، في نهاية الصلاة قبل أن تسلم، دي اسمها إيه؟ دبر الصلاة. يبقى بعد ما خلص التشهد وقبل ما سلم أقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. يبقى استعيذ بالله إيه؟ من الأربع حاجات دولت. تعالوا نشوف بقى، تعالوا نتعايش بقى في درس النهاردة ونشوف مين هو المسيح الدجال، وإيه وصفه، ومتى يخرج، ومن أين يخرج. خد بالك وركز معايا، وما هي فتنة المسيح الدجال؟ ايه الفتنة بتاعته دي، شكلها ايه؟ طيب الاول سؤال، المسيح الدجال ده انسي ولا جني؟ جو المسيح الدجال من الانس ولا من الجن؟ بالضبط من الانس، ما هوش جن ولا حاجة. مسيح الدجال رجل من بني ادم، له صفات كثيرة جدا جاءت بها الاحاديث. ليه؟ علشان احنا كناس مؤمنين نعرف صفات المسيح الدجال، فاذا رأيناه عرفناه، حتى لا نفتن وحتى لا نتعرض لخطر فتنة المسيح الدجال. طيب أكيد برضو حضرتك عايز تسأل، وأكيد حضرتك نفسك تسألي، إيه السبب اللي مسميه المسيح الدجال؟ كلمتين، مسيح ودجال. الله، ما هو في مسيح الضلالة وفي مسيح الهدى. مسيح الضلالة اللي هو مين؟ مسيح الدجال. ومسيح الهدى اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام. طب المسيح الدجال سمي المسيح ليه؟ قال لك لأن إحدى عينيه ممسوحة، ما فيش عين أصلا، واخد بالك، والرأي الثاني إن هو هيمسح الأرض كلها، يمشي في الأرض كلها في 40 يوما. ولكن الرأي الراجح إن هو الرأي الأولاني، إن هو إن هو سمي المسيح لأن عينه إحدى عينيه ممسوحة. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال ممسوح العين، إن الدجال ممسوح العين. يبقى عشان كده سمي المسيح. طب الدجال لأنه كذاب، هيدعي أنه هو الله، وهيدعي حاجات كتيرة جدا، وهيدعي أنه إله من دون الله، وطبعا هيبقى مؤيد بخوارق وأشياء عظيمة جدا عشان يفتن بها المنافقون والكفار، ولا يفتن بها المؤمنون، لأنهم هيعرفوا من دلوقتي ومن قبل كده ومن بعد كده، هيعرفوا صفات الدجال وفتنة الدجال وإيه الخوارق اللي معاه، وإن كل ديت ما تفتنش حد من أهل الإيمان، ما عليك إلا إن أنت تعتصم بالله وتتثبت بفضل الله سبحانه وتعالى، وتثبت ويثبت الله عز وجل قلبك بالإيمان والتوحيد. عشان كده زي ما بقول لك وقلت لك وهقول لك أنه في الفترة القادمة لن يثبت إلا أهل الإيمان والتوحيد. مفيش حاجة تثبتك الفترة الجاية دي إلا إذا اعتصمت بالله، وإلا إذا تحصنت بالإيمان والتوحيد. عشان كده واجب عليك زي ما أنت مشغول بدنيتك، انشغل شوية بآخرتك، اعرف دينك، اعرف عقيدتك، اعرف إيمانك، اعرف عباداتك، اعرف اقرأ وتعلم وشوف العلماء بيقول لك إيه، ونفذ عشان ربنا يكرمك. وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن أنت كل يوم على الأقل 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول لي ما أنا اهتديت، أمال يعني معناها إيه؟ معناها ثبتني على الصراط المستقيم. هو مش حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ نفس الآية كل يوم على الأقل، ده مش على الأقل، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في اليوم والليلة على الأقل 40 ركعة،
40 رقم ما بين فرائض وما بين رواتب وما بين نوافل، 40 رقم صلى الله عليه وسلم، يعني 40 مره بيقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو النبي محتاج هدايه، لا معناها ثبتني، ثبتني على الصراط المستقيم. وكان اكثر دعاء النبي كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. احنا احوج للدعاء ده، النبي هو صاحب القلب الثابت، صاحب القلب الطاهر صلى الله عليه وسلم، وربنا نثبت قلبه، احنا اللي محتاجين نثبت بقى. فالنبي بيعلمنا ان اكتر دعاء ندعيه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى سبب تسمية المسيح الدجال بكلمة المسيح ان احدى عينيه ممسوحة والدجال لانه كذاب. اما المسيح عيسى عليه السلام سمي بالمسيح لانه في رأيين، كان يمسح عين المريض او كان يمسح المريض فيبرأ باذن الله سبحانه وتعالى، كان يحط ايده على المريض ويسمي باسم الله فيبرأ ويشفى المريض باذن الله سبحانه وتعالى. والرأي الثاني انه كان يسيح في الارض ليعبد الله وليدعو الكون كله ليعبد الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى عليه السلام زي ما انتم عارفين رسول كريم من اولي العزم الخمسه عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. طيب انت شوقتنا كده نعرف بقى وصف الدجال شكله ايه عشان لما نشوفه نعرفه فلا نفتن، ونقدر بقى ان احنا نحذر منه وناخد بالنا من الفتنه الكبيره. ده انت بتقول دلوقتي انه اكبر فتنه، ده مش كلامي، انت لسه هتسمع دلوقتي حاجات عجيبه جدا. ده اخطر فتنه وجدت على وجه الارض بالفعل، هو فتنه المسيح الدجال. ايه وصف الدجال شكله ايه؟ تخيل ان في حاجات معينه حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وصفها وصفا بسيطا، يعني وصف عادي جدا. ليه؟ لانها مش خطيره قوي كده. لكن لما جه عند الدجال وصفوا حتة حتة، النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش ولا حتة في جسم الدجال تقريبا من الأماكن الظاهرة إلا وصفها وصفا في غاية الدقة. ليه؟ علشان لما تشوفه لو شكيت في أي حاجة ما ينفعش، لازم تشوفه تعرفه وتعرف كل صفاته بالملي بالملي. لازم تعرف شعره شكله إيه، عينيه، أنفه، وشه، شعره، يعني جسمه، صدره، رجليه، إيديه، كل حتة في جسمه تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم وصفها وصف دقيق جدا. تعالوا نشوف وصفه، هنذكر الوصف بتاعه مجمل وبعديه على طول مباشرة هنبتدي نذكر الأحاديث اللي بتؤيد الكلام اللي احنا بنقوله دوت. ايه وصف الدجال؟ تعالوا نشوف بسرعة كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة، الدجال رجل أو شاب أحمر، لونه كده أحمر، قصير، أفحج، يعني أفحج، رجليه معوجة مقوصة، جعد الرأس، شعره خشن، أجلى الجبهة، يعني إيه الجبهة بتاعته عريضة أو يقال فيه انحصار إيه في رأس في شعر الرأس بتاعه شوية، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، مفيش عين أصلا، خد بالك، وهذه العين ليست بناتئة، ما هيش بارزة ولا جحراء ولا غائرة، يعني ممسوحة كده. طيب كأنها عنبة طافئة، عامله كده ايه يعني مش مفيش خالص، يعني ايه هو العين دي ممسوح ما بيشوفش بقى خالص، وهو عنده عور يعني واخد بالك في العين دي ما بيشوفهاش، وعامله زي العنب الطافيه كده، بس لا هي طالعه قوي بره ولا هي داخله قوي جوه. وعينه اليسرى عليها لحمه غليظه، لحمه غليظه كده متدليه عليها، يعني حاجه يا ربنا عافينا، مكتوب بين عينيه بين الحته دي كده كافر. تخيل حضرتك واحد ماشي في الشارع مكتوب بين عينيه كافر، طب مين اللي هيقراها؟ طب ما في ناس ما بتعرفش تقرا، قال لك لا يقراها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى اللي ما بيعرفش يقرا ما دام ان قلبه مليان ايمان هيقرا هذه الكلمه مكتوبه بين ايه؟ بين عيني ايه؟ الدجال كافر، مكتوب في الحته دي كده كافر. ومن صفاته انه عقيم لا يولد له. كلام جميل. عايزين بقى الدليل على كل الكلام انت قلته ده، تعال نشوف مجموعه احاديث كده عجيبه جدا. مجموعة أحاديث كلها صحيحة تعرفك مين هو الدجال وصفات الدجال وشكل الدجال. لما هوصفهولك دلوقتي من خلال الأحاديث اللي بقولها لك ديت هتعرف وصف كامل للدجال، بحيث لما تشوفه تقول لا يمكن يكون في اتنين بالمنظر ده. تخيل عينه اليمين ممسوحة وعاملة زي ما يكون عنبة كده طافية، لا هي طالعة بره قوي ولا داخلة لجوه قوي، وعينه الشمال عليها لحمايه متدليه، انحصار في شعر راسه شويه، وشعره خشن جدا وشديد وكثير جدا يعني واخد بالك، وعريض النحر،
وبعدين وفوق ده كله كمان يعني رجله معوجه، رجله ايه معوجه مقوصه، ومكتوب بين عينيه كافر. بالله عليك في حد في الدنيا ممكن يتلخبط في واحد زي ده؟ طبعا كل العلامات واضحه. تعال نشوف الاحاديث اللي بتدل على كده. عن ابن عمر، والحديث رواه البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما انا نائم اطوف بالبيت. ذكر شيء من الحديث، ذكر انه راى عيسى ابن مريم عليه السلام ثم راى الدجال فوصفه فقال: فاذا رجل جسيم ضخم جدا. خد بالك الدجال هتعرف دلوقتي انه فعلا ضخم ضخامه يعني لا تخطر على قلب بشر، ضخم جدا. فاذا رجل جسيم احمر جعد الراس، شعره خشن أعور العين، كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال. الملائكة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا الدجال. النبي بيقول بقى مين أقرب واحد شبهه بالظبط بالملي؟ خد بالك في اتنين شبه الدجال، والحمد لله الاتنين ماتوا، عشان برضو ايه نبقى عارفين ان الدجال لسه موجود ولسه. وهقول لك هو موجود فين بالظبط، مش بالظبط يعني يعني ايه تقريبا موجود في انهي مكان، هتعرف الدجال موجود فين. وما زال موجود في كهف من الكهوف في مكان ما، هقول لك عليه كمان شوية. فالدجال لسه موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لحد يومنا هذا، ما زال موجود. الكون ده كله مرعوب من طلوع أو من ظهور الدجال. طيب خد بالك من حاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة. مين ابن قطن؟ ابن قطن ده اللي هو ابن هالة بنت خويلد، اللي هي أخت خديجة بنت خويلد. هذا الرجل مات في الجاهلية، كان أقرب الناس شبها بالدجال ابن قطن. وفي واحد تاني هقول لك عليه دلوقتي، بس لما يجي إيه؟ لما يجي دوره يعني. يبقى في اتنين شبه الدجال، واحد مات في الجاهلية، واحد مات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مات بعد بعثة النبي عليه السلام ده هنعرفه يعني، واخد بالك هنعرفه بس ايه كمان شوية. لكن الأقصد ان كان اتنين شبه الدجال بالملي. الاتنين ماتوا وما بقي الا الدجال. يبقى اذا النبي عليه السلام عشان كده بيوصفوا لنا وصف دقيق جدا. حديث التاني رواه البخاري ومسلم، عن ابن عمر ايضا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: ان الله تعالى ليس بأعور. خد بالك، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هو ليه النبي صدر الحديث ده بقوله إن الله تعالى ليس بأعور؟ خد بالك، عارف ليه؟ لأن الدجال نفسه لما هيجي ويظهر هيقول إيه؟ هيقول أنا الله، أنا الله. واضح؟ فعشان كده النبي بيقول خدوا بالكم، هو هيقول أنا الله لكن ربنا مش أعور، والدجال أعور، الدجال أعور، وربنا ليس بأعور سبحانه وتعالى جل جلاله. طيب تعال نشوف الحديث الثالث، حديث عبادة بن الصامت، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، رجليه معوجة، جعد، رأسه خشنة، أعور، واخد بالك، مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، لا عينه بارزة ولا عينه داخلة لجوه. فإذا ألبس عليكم، لو أنتوا بقى كده مش عارفين يعني هو ده الدجال ولا لا، قال: فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. يعني دي مسألة مهمة جدا، إن هو لما يقول أنا ربكم، طب أنت أعور، طب أنت لو ربنا، خد بالك بقى، طب ما تنفي عن نفسك هذه الصفات الوحشة، صح ولا لا؟ يعني عياذا بالله سامحوني يعني لو واحد قال أنا ربنا، لو كنت أنت ربنا، طب ما تظبط نفسك كده وتشيل العور اللي عندك، وتشيل اللحمه اللي نازله على لانيك الشمال، وتخلي شعرك ناعم كده وزي الفل كده، تمام؟ وتخلي عينيك خضره وروشك مش عارف عامله ازاي، وتخلي لحيتك كده متظبطه، ورجليك حلوه مش معوجه، وجسمك رشيق كده وجميل، يعني تخلي نفسك كده حاجه لارج او 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 3 اكس لارج. انما انت بالمنظر دوت كيف يكون الله سبحانه وتعالى وهو لا يستطيع ان ينفع عن نفسه اي شيء من هذه العهد. طيب تعال نشوف حديث برضه رابع، انا عمال بذكر لك الحديث ليه؟ عشان اقول لك ان الروايات دي كلها ذكرت الصفات كلها اللي احنا ذكرناها عن الدجال، وفي الاخر هرجع اعيد لك وصف الدجال في عجاله سريعه جدا عشان تكون استحضرت شكل الدجال. طيب حديث ابي هريره، والحديث رواه احمد في المسند بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واما مسيح الضلاله فانه اعور العين، اجلى الجبهه، عريض النحر، فيه دفأ. دي صفة جديدة بقى، دفأ يعني ايه؟ يعني مقوص من فوق ورجليه معوجة من تحت، يعني ما شاء الله
الشاسيه عنده ضايع من كل حته يعني، واخد بالك، محتاج يعني واحد سمكاري يظبطه. عنده فلات فوت فوق وتحت يعني، ما شاء الله ربنا، واخد بالك، فيه دفء، دفء يعني ظهره مقوص كده زي اللي عنده اتب. ده المسيح الدجال، انا مش عارف ايه سليم الراجل ده، سبحان الله. الحديث الاخير او القبل لسه فيها ثلاث احاديث، حديث سيدنا حذيفه، الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال اعور العين اليسرى، جفال الشعر كثير الشعر، شعره كثيف جدا. وفي حديث انس في البخاري ومسلم: وان بين عينيه مكتوب كافر. تخيل حضرتك واحد ماشي في الشارع ومكتوب بين عينيه هنا كده كافر، يقراها كل مؤمن او كل مسلم، كاتب وغير كاتب، اللي بيعرف يقرا واللي ما بيعرفش يقرا كله هيقرا كلمه كافر. اخر حديث عند مسلم انه قال: يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي روايه مسلم انه عقيم لا يولد له. تعال نشوف بقى منظره العجيب، تعال نجمع بقى الصفات كده في عجاله سريعه كده، ركز معايا. اول حاجه قصير، تاني حاجه رجليه معوجه. عايزك تتخيل معايا المنظر ده، واحد قصير ورجليه معوجه واعور ومطموس العين، والاخرى بارزه وعليها لحمه متدليه وخشن الشعر وشعره كثيف كده يعني، عفوا، زي الغوريلا، وضخم الجثه، ضخم جدا، فاهم ازاي، وجسم منحني يعني. مش عارف زي ما قلت لك، انا مش عارف ايه سليم يعني اسمه ايه ده، لو كان عايز دلوقتي كان اول ما يشوفه يقول له: الا الخلجه المشلفطه دي اللي شفتها فين قبل كده يعني. حاجه طبعا حاجه صعبه قوي. وعلى الرغم من كل بقى الماساه دي كلها اللي هو عايش فيها، شوف منظره عامل حاجه طبعا ما تتوصفش. وهتستغرب حضرتك بقى المعلومه اللي هقولها لك دي دلوقتي، معلومه في غايه الغرابه. تخيل ان اللي بالمنظر دوت اكتر اتباعه نساء. يا نهار ابيض، يعني ذوقهم يعني في الوقت دوت، يعني في وقت الدجال طبعا هيبقى ذوقهم وحش قوي قوي يعني. امال لو كان امور وحلو كده ومسبسب زي الواد ميدان كان يعملوا ايه يعني، سبحان الله، واخد بال حضرتك. فاكثر اتباع الدجال كما ثبت في الحديث، اكثر اتباعهم النساء في وقت طبعا ايه ظهور الدجال. فصفات الدجال كلها زي ما انت شايف حضرتك كلها صفات نقص. الله سبحانه وتعالى ليس باعور. هل يتخيل واحد طالع بيقول انا الله وهو رجليه معوجه وعينيه عوره وشعره خشن وعينيه عوره والتانيه عليها جلده غليظه وهو عنده دفء انحناء ورجليه مقوصه، يعني ما فيهوش حاجه تقريبا سليمه، واخد بالك، ورغم ذلك بيقول انا الله، وهو في نفس الوقت يرى، يعني الناس هتشوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. الله عز وجل لا يرى في الحياة الدنيا. سيدنا موسى عليه السلام رسول كريم من أولي العزم الخمسة قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خدت بالك؟ يبقى إذن الجبل لم يتحمل واخد بالك هذا التجلي العظيم، فكيف يتحمل إنسان؟ يعني لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لن تراني، خلاص مش ممكن. لن تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحاله، علماء النحو يقولوها بقى اللي قاعدين قدامنا اساتذتنا الكبار، لن تراني يعني لا يمكن، ده مستحيل، مش هتشوفني. انما في الاخره بقى الله اكبر، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، للذين احسنوا الحسنى وزياده. ربنا يا رب يجعلنا واياكم من اهل الحسنى والزياده. طيب فتنه المسيح الدجال يا جماعه مش فتنه عاديه، فتنه اكبر فتنه. عشان كده بقول لك درس النهارده واللي جاي واللي بعده، ثلاث دروس في الدجال من اهم الدروس اللي عايزك تسمعها وتعيها باذن جيدا. اكبر فتنه، والله مش كلامي، ده كلام حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول لك اكبر فتنه على وجه الارض اتوجدت منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها، هي فتنه المسيح الدجال. فتنة كبيرة جدا. انت تقول لي دلوقتي انا مش شايف فيها فتنة، رجل اعرى ورجليه معوجة واعور ومش عارف ايه وشعره خشن، ايه الفتنة في كده؟ لا يا حبيب قلبي، ده لسه انت ما سمعتش، انت ما عرفتش ربنا هيؤيد هذا الرجل المشوه، هيؤيده بمعجزات عجيبة جدا. ده يأمر السماء فتمطر وانت واقف، يقول السماء امطري فتمطر، يقول الارض انبتي تطلع النبت وانت واقف. حضرتك عايز تاكل ايه؟ بطيخ، طلع بطيخ، تطلع بطيخ، بطيخ احمر يطلع احمر، بطيخ تاني يبقى برضو احمر يطلع احمر، واخد بال حضرتك؟ عايز تطلع كوسه، يطلع بطاطس، طلع اي حاجه، عايز، طب ارض خرابه،
عايزه تطلع الكنوز والذهب والحاجات اللي تطلع في ساعتها. فتن عجيبه الشكل، هتشوف دلوقتي فتن عجيبه جدا معاه، ربنا اداله امكانيات عجيبه تكون فتنه لاهل الكفر والنفاق، لكن تكون تثبيت لاهل الايمان. فاخطر فتنه على وجه الارض هي فتنه المسيح الدجال. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم حبيبنا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اكبر من الدجال. ما فيش، ده النبي اللي بيقول، ده الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ما فيش امر منذ خلق ادم عليه السلام والى قيام الساعه ما فيش حاجه اشد من فتنه المسيح الدجال. لا اسمع الروايه اللي جايه ديت، روايه عجيبه قوي قوي، لما وقفت عليها والله قعدت كده استغربت، قلت سبحان الله، لازم تتقري حرف حرف، ركز معايا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: انه لم تكن فتنه في الارض منذ ذرأ الله ذرأ يعني خلق، منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. من يوم ربنا خلق آدم وذريته مفيش فتنة أعظم من فتنة الدجال. خد بالك، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. ده موضوع كبير قوي. طبعا طبعا كبير بجد يا جماعة. تخيل حضرتك مفيش نبي، مفيش نبي منذ آدم عليه السلام لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا ولما بعث في أمة، من ضمن الحاجات اللي حذرهم منها أو من أهم الحاجات اللي حذرهم منها بعد الشرك ظهور الدجال، إن في واحد اسمه المسيح الدجال هيظهر في آخر الزمان وبحذركم. الله، طب وبيحذرهم ليه؟ مش الدجال ده هيظهر في آخر الزمان؟ آه، أمال ليه مثلا سيدنا موسى مثلا بيحذر أمته من الدجال؟ ليه سيدنا نوح؟ ليه سيدنا هود؟ ليه سيدنا شعيب؟ ليه سيدنا صالح؟ ليه؟ هم لن يدركوا هذا وأمتهم مش هتدرك هذا. ده من عظم خطورة فتنة الدجال، كل الأمم لابد أن تحذر من فتنة الدجال. ياه، فتنة كبيرة جدا، فتنة كبيرة وعظيمة جدا، سبحان الله. فبيقول إيه؟ وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. لان ما دام ما خرجش في امه سيدنا صالح او سيدنا نوح او سيدنا هود او سيدنا لوط او سيدنا شعيب او سيدنا موسى او سيدنا عيسى، يبقى اكيد خارج في امه النبي محمد. ده اخر الامم يا جماعه، اخر الامم، فاكيد هيخرج فيها الدجال. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ وهو خارج فيكم لا محاله، ما فيش يعني خلاص ما فيش مهرب من الموضوع. فان يخرج وانا بين ظهرانيكم فانا حجيج لكل مسلم. انا بقى كفيل ان انا اقف قدام الدجال ومحدش دعوه، انا اللي خلصكم الدجال. ده لو انا كنت موجود وظهر الدجال في عهدي. ده النبي بيقول لو حصل، طبعا مش هيحصل، خد بالك. وان يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. كل واحد بقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، تعرف راتك من رجليك، يعني تاخد بالك وتتحصن بالايمان وتعتصم بالله عشان تنجو من فتنه المسيح الدجال. واحنا في اخر درس من دروس الدجال هنقول كيف ننجو من فتنه الدجال، لان يعني طبعا النجاه من فتنه الدجال ده لابد ان انت تعرفها. فانا في الاخر مش هسيبك كده محتار، لازم هقول لك في النهايه ايه الحاجات اللي لازم تعملها عشان تنجو من فتنه المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: والله خليفتي على كل مسلم. الله، كأن النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: وأنا أرجو من الله عز وجل إنه يحفظني في كل مسلم. شفت حب النبي للأمة؟ يا ترى النبي يا ترى الأمة بتحب النبي زي ما النبي بيحبها؟ يا ترى الأمة اللي عرفت إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: إنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة. خد بالك، ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الله، اللهم صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله، عشان كده بقول لك لازم تحب النبي، ده فرض عليك، لازم تحب النبي. يعني شوف، يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، والذي نفسي بيده. يعني شوف النبي في أكتر من حديث لما يقول لك: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده.
وولده ومن الناس أجمعين. يا سلام، حديث في البخاري ومسلم. حديث ثاني في البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم، وده عن عبد الله بن هشام، لما النبي كان خارج وإيديه في إيدين سيدنا عمر الخطاب، يا بخت سيدنا عمر، فسيدنا عمر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ومن والدي ومن مالي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. ليه؟ لأن الآية اللي ذكرت لم تذكر النفس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلم تذكر الآية النفس. سيدنا عمر لم يتصرف على إنه عايز يقول أنا نفسي أغلى من النبي، لا طبعا هو ما قصدش، هو بس عايز يعبر عن إن هو بيقول الآية دي أنا 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 بعبر عن اللي ورد في الآية. أنت أغلى عندي من كل حاجة يا رسول إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي صلى الله عليه وسلم. قال: الآن يا عمر، يعني الآن قد اكتمل الإيمان في قلبك يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، من أدلة قرب ظهور المسيح الدجال علامة معينة. إيه هي العلامة المعينة اللي بتدل على قرب ظهور المسيح الدجال؟ دي ممكن نعرفها دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ نعرفها بعد الفاصل، فاصل قصير إخواني وأحبابي، ونرجع لكم مرة تانية عشان نعرف إيه العلامة اللي بتدل على قرب ظهور المسيح الدجال. خليك معايا، رجع لك بعد الفاصل. قطر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف العلامة، أو من ضمن أو علامة واضحة جدا من علامات التي تدل على قرب ظهور المسيح الدجال. إيه العلامة؟ أن يغفل الناس عن ذكر الدجال ولا يذكره الأئمة على المنابر. دي لسه ما حصلتش، يعني هنيجي في وقت من الأوقات يا جماعة الناس هتنسى حاجة اسمها المسيح الدجال، والأئمة اللي بيخطبوا والناس المشايخ والدعاء والعلماء هينسوا أو هيغفلوا عن ذكر المسيح الدجال. دي الفترة ديت الفترة التي سيظهر فيها المسيح الدجال. إيه الدليل على كده؟ حديث ذكره الشيخ الألباني في قصة المسيح الدجال، رواه أحمد والطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس، أو حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. واضح؟ يعني بيقول لك الناس هتنسى ذكر الدجال، هينسوا حاجه اسمها الدجال، والائمه اللي هم بيدوا دروس وخطب واوا هينسوا حتى يذكروا الناس بموضوع المسيح الدجال. هذا الوقت هو إذان او علامه بظهور المسيح الدجال. اكيد انتم مشتاقين بقى تقول لي بقى عمال تكلمنا عن وصف الدجال وخلصنا عرفنا الشكل بتاعه العمومي بتاعه، شعره خشن وعينيه اليمين عوره والثانيه يعني برضه بتشاور عقلها ونازل عليها حته جلده كده، وبعدين عنده عرض كده في عريض المنكبين مشرقين بالفلنكات، وبعدين عنده دفق في يعني عنده حناء في اتف في ظهره كده، وعنده رجليه مقوصه يعني مش عارف اقول لك ايه. وفي النهايه عرفنا شكله خلاص، ومكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مسلم كاتب وغيره كاتب. انما انت قلت لنا من شويه حاجه عايزين نعرفها، انت بتقول معاه حاجات بقى فظيعه جدا، معاه إمكانيات وقدرات ربنا ادهاله علشان تكون فتنة للمنافق وللكافر وتكون تثبيتا للمؤمنين. ايه هي القدرات والإمكانيات والفتن اللي هتكون مع المسيح الدجال؟ تعال نشوفها بسرعة كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اول حاجة، ودي هتستغربنا قوي، ان المسيح الدجال معاه جنة ونار. ايه الكلام ده؟ واحد من البشر معاه جنة ونار؟ تخيل ربنا يخلي مع المسيح الدجال جنة ونار. ايه الجنة وايه النار؟ وضح لنا المسألة شوية، هوضح لك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه مسلم. الاول ورد ما ان مع الدجال مش جنة ونار بقى، ما يشبه حاجة تشبه كده الجنة والنار، نهر من ماء ونهر من نار، ولكن الامر مش على حقيقته. يعني ايه؟ يعني النهر اللي من ماء دوت هو اصلا نار، والنهر اللي معاه من النار هو اصلا ميه. يعني اللي هو الناس بتعتقد ان هو نار هو جنه، واللي الناس بتعتقد ان هو جنه هو نار. شفت الفتنه بقى عامله ازاي؟ ان انت لما تشوف مسيح الدجال ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، فلما تشوفه تلاقي معاه جنه ونار، فلو قال لك ارمي نفسك في الجنه، لا ارمي نفسك في النار.
لان النار بتاعته جنه والجنه بتاعته نار، الموضوع عنده معكوس. ايه الدليل على كده؟ اسمع بقى كده حديث، حديث الاولاني رواه مسلم. انا ليه بذكرك الاحاديث؟ عشان اطمئن قلبك للمعلومه اللي انا بقولها لك، ان انا ما اجيبش كلام من خيالي مثلا عمال قاعد كده يعني قاعد في البلكونه فبصيت للسماء فتخيلت شويه حاجات فجيت اقولها لك. لا، ده حاجات كلها موثقه باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان معه يعني الدجال معه جنه ونار، فناره جنه وجنته نار. كلام واضح، نار الدجال جنه وجنه الدجال نار. تعال نشوف حديث ثاني في البخاري ومسلم. قال النبي عن الدجال: ان معه ماء ونارا، ركز معايا، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد في امام في روايه الامام مسلم: فلا تهلكوا. يعني ايه فلا تهلكوا؟ يعني اوعوا تنخدعوا، اوعوا تنخدعوا فترموا نفسكم في النار في الميه وتلاقوها نار. لا، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان من ادرك زمن المسيح الدجال فقال له انا معايا جنه ومعايا نار، ارمي نفسك في الجنه. لا، ارمي نفسك في النار هتلاقيها جنه، لو رميت نفسك في الجنه هتلاقيها نار. ده مين اللي بيقول كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف حديث ثالث. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سبيل النجاة من هذه الفتنة. قل لي مش أنت قلت لي هنقول سبيل النجاة في الآخر؟ لا لا لا، أنا بتكلم عن سبيل النجاة العمومي من الدجال، يعني سبل النجاة من الدجال عموما هذكرها في آخر دروس الدرس الدجال، لكن سبيل النجاة من الفتنة دي بالذات اللي هي بتاعت فتنة الجنة والنار ديت هي دي الواردة في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة. ركز معايا بقى، حته مهمه قوي دي، فتنه كبيره. هتشوف الدجال بيقول لك في جنه اهي وفي نار، في نهر من ماء ده جنتي، هو بيقول كده، وفي نهر من نار ده ناري، فلو رميت نفسك في نار الدجال هتلاقيها جنه، جنه عظيمه، ولو رميت نفسك في ميه الدجال هتلاقيها نار. فالنبي بيحذرك بيقول لك: وان من فتنته ان معه جنه ونارا. شفت دي، ده بني ادم، ده بشر، بشر هيبقى معاه فتن عجيبه. تخيل حضرتك لو طلع النهارده واحد قال: يا جماعه انا بتحكم في نهر النيل، امسك كده رميت كنترول كده احركه يجري ناحيه الحبشه، وكده احركه يجري نهر النيل تجاه البحر المتوسط. تقول ده مش ممكن، ده لو قال للناس عياذا بالله في الوقت دوت انا مش عارف هيصدقوه. فتخيل بقى لما واحد يقول لك انا معايا جنه ونار هم ماشيين معايا في اي مكان، ارمي نفسك في الجنه بتاعتي فلما ترمي نفسك في جنته تلاقيها نار، طب ارمي نفسك في النار بتاعتي فلما ترمي نفسك تلاقيها جنه. شفت فتنه مع بشر، مين اللي هيدير الامكانيات دي؟ الله. طب ليه؟ حكمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فتنه، فتنه للكافر والمنافق وتثبيت لقلب المؤمن، لان ده مصداق لكلام النبي. النبي قال الكلام ده، هنلاقي الكلام ده بالملي وبالحرف، يبقى في الوقت ده فعلا، مش في الوقت ده بس، احنا بنصدق النبي في كل وقت، حتى لو ما ظهرش الدجال، ان شاء الله هيظهر، بس حتى لو ما ظهرش وحتى لو ما شفناش معاه الفتن دي كلها، النبي هو الصادق صلى الله عليه واله وسلم. قال: وان من فتنته ان معه جنه ونارا، فناره جنه وجنته نار. خد بالك، فمن ابتلي بناره فليعمل ايه بقى؟ فليستغث بالله وليقرا فواتح الكهف. الله، سورة الكهف سورة كلها بركة والقرآن كله بركة، واضح؟ فأنت لما تيجي تلاقي نفسك قدام الفتنة بتاعت النار والجنة وكام ده كله، تستغيث بالله وتقرأ فواتح سورة الكهف. بعض العلماء قالوا أول 5 آيات، وبعضهم بيقول أول 10 آيات. يا سيدي خليها أول 10 آيات، لما تقرأها بفضل الله تنجو من هذه الفتنة. تعال نشوف رواية ثالثة عند مسلم عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك ركز معاه بقى بالحتة الجميلة اللي جاية دي، بيقول إيه صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. يا الله، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لك أنا أعرف الفتن اللي موجودة مع الدجال أكتر من الدجال نفسه اللي عارفها. يعني الدجال معاه فتن، النبي يعرفها أكتر من معرفة الدجال للفتن والإمكانات اللي مع الدجال. قال: لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران يجريان
أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. قدامك يعني نهرين، النهر الأولاني مية بيضة وجميلة وصافية وحلوة ومتعة، خد بالك، والتانية نار تأجج، خد بالك. شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم: فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا. اوعى تخش على المية البيضة الجميلة اللي انت شايفها عاملة زي الجنة دي، اوعى تقرب لها. ده النبي اللي بيقول لك اوعى تقرب من المية، خش على النار بتاعت الدجال. فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا. نعمل ايه يا رسول الله؟ اسمع بقى الكلام الغالي. قال: فليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. الله، ركز معايا، هتلاقي مع الدجال بحر أو نهر نار تأجج، والتاني مية بيضة وجميلة عاملة زي السلسبيل كده. فالنبي بيقول لك اوعى تقرب من المية ديت، خش على النار بتاعت الدجال، غمض عينيك عشان ما تخافش، وطقطق رأسك ونزلها واشرب، هتلاقيها مية باردة وجميلة، دي جنة الدجال. واضح كده؟ يعني نار الدجال هي جنة. تعال نشوف رواية أخيرة عند مسلم. سامحوني بطول في الروايات بس عشان أخليك تستوعب معايا المنظر، تستوعب معايا المنظر، دجال جاي لك بالمناظر بالوصف اللي أنا وصفته لك الصعب ده، وأنت شايف مكتوب بين عينيه كافر، واخد بالك؟ الكافر أو عفوا الكافر أو المنافق هيتبعه، لأنه مش هيشوف كلمة كافر، مش هيشوف كلمة كافر، هيشوف واحد معاه إمكانيات عجيبة، معاه جنة ونار، بيأمر الذهب بيجري وراه، بيأمر السماء بتمطر، الأرض بتنبت، بيقول له أنا الله، فخلاص بيتبع، مش فارقة معاه. إنما المؤمن أول ما بيشوف الدجال شايف كلمة كافر مكتوبة بين عينيه، فبيعرف إن هو ده الدجال. فلازم يكمل بقى الوصية بتاعت النبي ويعرفها. النبي بيقول لك لو شفت جنة الدجال وناره، خش على ناره، غمض عينيك، طقطق رأسك، استغذ بالله، اقرأ فواتح الكهف، اشرب، هتلاقيها جنة. واضح؟ الرواية الأخيرة بتقول إيه؟ رواية عند مسلم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، فنار إيه؟ تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. تعال نجمع بقى بين الروايات كلها اللي احنا ذكرناها دي كلها. أول فتنة للدجال يا مسلمين حبايب قلبي، أول فتنة ليه معاه جنة ومعاه نار، معاه نهر بيطلع نار ومعاه نهر بيطلع مية بيضة جميلة. النبي بيقول لك اوعى اوعى تقرب من النهر اللي فيه مية، قرب من النهر اللي بيطلع نار. ليه؟ لأن هو ده الجنة مش هو ده النار. طيب تعال نشوف نعمل ايه؟ يبقى أول ما تشوف الدجال وتشوف معاه جنته وناره، هنعمل كام حاجة؟ هنعمل أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. ست حاجات هتعملهم، هرتبهم لك، يا ريت لو معاك قلم وورقة تكتبهم، أو هتلاقيهم إن شاء الله مكتوبين كلهم في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. أول حاجة لما تشوف جنة الدجال وناره تعمل إيه؟ أول حاجة تستغيث بالله. ما إحنا من غيره ولا حاجة. والله العظيم إحنا من غيره ولا نسوى أي حاجة، ولا كنا نعرف نعيش. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. أول حاجة تعملها لما تشوف جنة الدجال ونار الدجال، أول حاجة تستغيث بالله. تاني حاجة تقرأ فواتح سورة الكهف 10 آيات. ثالث حاجة غمض عينيك. طبعا احنا معانا هنا مش تقدر تغمض عينيك، لأن بتكلم على الدجال يعني، تغمض عينيك. رابع حاجة تطقطق رأسك، نزل رأسك لتحت. خامس حاجة هتشرب من المية. سادس حاجة تلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها ماء عذب بارد. عيد تاني، حاضر، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ست حاجات هنعملهم حبيبي، ست حاجات احفظوهم بالله عليكم، والله الموضوع خطير. أول فتنة، شوف احنا بنذكر الفتنة والنجاة منها، عشان كده بقول لك موضوع حلقة الدار الأخيرة ده هيربط قلوبنا بقى بالله بجد، هنعرف بقى ان في اخره
وان الفتره اللي جايه دي فتره بقى ظهور علامات ساعه وسطى، ان صح القول المهدي عليه السلام، وبعد كده ظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى وظهور يأجوج ومأجوج، وفتن كبيرة قوي مش هيثبت فيها الا اهل الايمان. مش هينفعك بقى لا مالك ولا دنيتك ولا اي حاجه، ولا منصبك ولا جاهك ولا اي حاجه، مش هينفعك الا ان انت تعتصم بالله وتحاول بقدر الامكان الايمان يزيد في قلبك. خدت بالك؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم سبحانه وتعالى. فست حاجات هتعملهم مع اول فتنه عشان تنجو من الفتنه دي، لانها فتنه كبيره بجد، فتنه كبيره بجد، اللي هي فتنة الجنة والنار. قلنا الدجال هيبقى معاه نار بيطلع نار، والنهر التاني بيطلع مية بيضة وجميلة قوي. النبي بيقول لك ابعد عن المية البيضة الجميلة دي، دي نار، دي جواها نار، وقرب من النار، واعمل ست حاجات بالجمع بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بجمعها لك في الآخر وبقول لك ست حاجات تعملهم. رقم واحد، تستغيث بالله. رقم اثنين، تقرأ فواتح سورة الكهف. رقم ثلاثة، تغمض عينيك. رقم أربعة، تطقطق رأسك. رقم خمسة، تشرب من مية. رقم ستة، ارمي نفسك في الايه، تشرب من النار دي هتلاقيها مية. رقم ستة، ترمي نفسك في النار دي هتلاقيها ماء عذب بارد. الله. الفتنة الثانية، المسيح الدجال، فتنة عجيبة قوي. عارف حضرتك أسرع وسيلة مواصلات في الدنيا، بلاش أسرع وسيلة مواصلات، أسرع صاروخ في العالم ممكن يوصل مثلا يعني من مصر لحد اسرائيل، حد ما يعني ايه يوصل لحد اي حد من بتوع اليهود كده، شارون ولا حد من ولا نتنياهو، واخد بالك، ويروح رازعه كده، رازع كده في دماغه، يوصل في قد ايه؟ يوصل مثلا في حوالي ساعة مثلا. الدجال هينتقل من بلد لبلد في غمضتين، يعني ممكن انت تغمض عينك وتفتحها تلاقي الدجال انتقل مثلا من القاهرة لبيروت. غمض عينك تاني تلاقيه انتقل من بيروت مثلا لليمن. غمض عينك تالت من اليمن تلاقيه في أمريكا مثلا. واخد بالك؟ هو بشر، بس سبحان الله ربنا اداله بقى الإمكانية دي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، لما سألوه قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ إذا كان هو فتنته هتملى الأرض، هو هيلف، ده بشر هيلف قد ايه في الارض، يعني قدراته ايه؟ يعني مثلا الواحد لو حتى كانت في تقنيه مواصلات عاليه جدا في عصره مثلا، ده بدي مثال، يعني لو كان في تقنيه عاليه يعني هننتقل مثلا من القاهره لاسكندريه في قد ايه مثلا؟ يعني في 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 ساعه، في نص ساعه، يعني مفيش اكتر من كده ولا اسرع من كده. لا، ده بيقول له حاجه تانية خالص، يعني ده حاجه، ده مصيبه. بيقول لك كالغيث استدبرته الريح. شفت الغيث ما يجي وراه شوية ريح هوا كده؟ شفت الهوا بيجي ازاي؟ لقفة كده مرة واحدة، هو كده غمض عينك تفتحها تلاقي الدجال اتنقل من بلد لبلد تانية، فسرعته قوية جدا، وعشان كده فتنته شديدة. تبقى انت قاعد في مصر ويقول لك مثلا يقول لك الدجال ظهر مثلا في ايران، تقول الحمد لله انا في امان زي الفل، ما فيش ربع دقيقة تلاقيه عندك في القاهرة. تكون انت مثلا قاعد في المغرب، مفيش ربع دقيقة تلاقيه عندك في المغرب. خد بالك فتنته شديدة جدا. فمن ضمن الفتن بتاعت الدجال الفتن الشديدة جدا اللي فعلا يعني ما تقدرش ان انت تقول ايه، شوف لا نجاة، انا قلتها لك وبكررها، والله اخواني والله لا نجاة الا بالايمان بعد الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، ان انت تلجأ لربنا وتزود الايمان في قلبك على قد ما تقدر بكثرة الطاعات والبعد عن معصية رب الارض والسماوات، ان انت تحاول بقدر امكان ايمانك ده تزوده بالطاعة، بقراية القرآن، بالذكر، بالاستغفار، بقيام الليل، بالصيام، بالصدقة، بالإحسان للفقراء، لليتامى، ببر الوالدين، شوف كل اللي تقدر تعمله يقربك من ربنا اعمله. انت هوايتك في الدنيا جمع الحسنات، هوايتك في الدنيا تقرب من الله سبحانه وتعالى، هوايتنا الوحيدة في الدنيا ان احنا نفوز بجنة ربنا وبرضا ربنا قبل جنته سبحانه وتعالى. فانت النهارده انا مش بحكي لك قصه المسيح الدجال عشان اقول يا خبر ابيض وكان يا مكان، ونقعد بقى نعمل حاجات كده اكشن، ويا ترى الدجال هيظهر امتى ويعمل ايه. لا لا لا، احنا عايزين نقف على مساله، ان الدجال لو ظهر هتبقى فتنه، دي مصيبه.
مصيبة، واحد معاه الكنوز دي كلها والامكانيات دي كلها وجنة ونار، وبعدين كالغيث استدبرته الريح في ثواني تلاقيه بينتقل من بلد لبلد. يعني انت لو بتقول حتى عشان انجو من الدجال، هو ظهر فين؟ ظهر مثلا في فلسطين، اجري انا من فلسطين اجري اروح اي مكان، ظهر في القاهرة اروح اي مكان، مش هتقدر، لان هو هينتقل من بلد لبلد في غمضة عين، في غمضة عين بينتقل بسرعة غير عادية. طيب الفتنة التالتة، ودي فتنة عجيبة جدا برضه، فتنة انا يعني والله العظيم يعني لما توقفت معاها كده احترت والله، ايه ده؟ ايه الامكانيات اللي ربنا بيديها له دي كلها؟ ايه الفتن اللي معاه؟ فتن فعلا فعلا صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا ما فيش فتنة منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها، ما فيش فتنة اكبر من فتنة المسيح الدجال. الفتنة التالتة للمسيح الدجال استجابة السماء والارض لامره. يا الله، خد بالك كل ده باذن ربنا، ربنا اللي مقدر الحته ديت. دجال يؤمر السماء فتطيعه، سماء تطيع انسان بالمنظر ده وما هوش ده كافر وتطيعه السماء، والارض تسمع كلامه وتطيعه، اي نعم. تقول لي طب من باب اولى ما تطيع المؤمن، اقول لك هي دي فتنه، فتنه ولحكمة ربانية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حكمة ربانية احنا ما نسألش عنها، احنا عباد لله، وظيفتنا ان احنا نعبد ربنا، وظيفتنا نسمع كلام ربنا، وظيفتنا ان احنا نحب ربنا ونعبد الكون كله لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فانت مالكش دعوة بقى بالحكمة من الموضوع ده، ايه اشمعنا؟ بلاش اشمعنا، انت مالناش دعوة بالحتة دي، دي بتاعت ربنا. الدجال يؤمر السماء فتمطر، تخيل حضرتك فتنة ازاي عاملة ازاي، واقف الدجال وسط الناس بيقول لهم قال الله، قالوا له الله، الله ازاي واحد بشر وبيقول انا الله؟ تحب اثبت لكم؟ اثبت لنا. طب حد فيكم يتخيل ان انا لو امرت السماء دلوقتي، السماء شايفين السماء فين؟ طبعا بعيدة جدا. حد فيكم يقدر عليها؟ لا طبعا، ولا نطولها حتى. حد فيكم يقدر يوصلها حتى ولو بمركبة فضاء؟ ولا نقدر نوصل السماء. طب ايه رأيكم بقى وانا واقف معاكم دلوقتي حالا هقول للسماء يا سماء نزلي المطر؟ تخيل ان السماء هتنزل مطر، ها صدقت ان انا الله؟ لا ده موضوع خطير جدا. طب بلاش دي، انتوا يعني مش مقتنعين؟ طب شايفين الارض ديت؟ عامله ازاي؟ صحراء ما فيهاش ولا نقطه ميه ولا حتى ولا وغير قابله للزراعه اصلا، يعني الارض لسه عايزه تستصلح. تحبوا اطلع لكم ايه؟ طلعنا ايه؟ زرع يعني؟ والله عايزين شويه فاكهه كده وموز ورمان وخوخ وعنب وحاجات كده. طيب يا ارض طلع عنب وخوخ ورمان وبطيخ ومانجا ومش عارف ايه. فالارض تروح مطلعه كل اللي الدجال طلبه منها. انت تقف كده تقول يا نهار ابيض، الراجل ده خلى السماء تمطر، ومش مطره وبس، والارض طلعت نبات من غير ما تتسقي ومن غير ما تستصلح ولا يحصل فيها اي حاجه. لا ده في حاجه اسخن من ده كله كمان. يامر الماشيه، الماشيه واقفه كده بيقول لها تعالي امشي ورايا، فتروح ماشيه وراه. لا ده في حاجه اغرب من ده كله كمان، يكون ماشي في ارض كده خرابه يقول لهم الخرابه ديت عامله ازاي؟ ده خرابه، ارض خرابه ما حدش يبص لها ولا حد يعني يتخيل دي فيها ايه يعني، فاهم ازاي؟ يقول لهم الخرابه ديت في تحت الارض بتاعتها كنوز، ذهب وشويه مش عارف كذا وكذا وفضه انا هامر الارض دي دلوقتي حالا تطلع لكم الكنوز اللي فيها. يا أرض طلعي الكنوز اللي فيك. فتروح يطلع الذهب صافي قدام الدجال، تطلع الفضة صافية قدام الدجال، يطلع المنجنيز الفوسفات مش عارف الفوسفور كل الكنوز اللي موجودة في الأرض الخاربة ديت تطلع وتبقى على سطح الأرض متكومة إكوام إكوام إكوام. تخيل حضرتك أنت تشوف المنظر تقول إيه ده؟ هو اي نعم الدجال شكله بشلفط واخد بالك، بس هو بيقول انا ربنا وبيثبت للناس اللي عقيدتهم مهزوزه
او اللي ما فيش عندهم عقيدة بيثبت لهم ان هو الله. هو الله بيعمل ايه؟ هو ده بيتكلم هو يعني. الله بيعمل ايه؟ مش بينزل مطر من السماء، انا بنزل مطر من السماء. الله بيعمل ايه؟ مش بيطلع كنوز من الارض، انا هطلع كنوز من الارض. مش بيزرع الارض، شوف قد ايه، انا هزرع هطلع الارض من الارض خضره وفاكهه واللي انتوا عايزينه كله. فاهل يعني العقيده اللي ما فيش عندهم عقيده ولا ايمان ولا توحيد ولا اعتصموا بالله اصلا هيجروا وراها. واكثر اتباعه من النساء عشان بيحبوا الدهب. خد بالك، ربنا يا رب يحفظ نساء المسلمين يا رب العالمين. انا بتكلم عن النساء اللي في عهد الدجال دلوقتي، اللي الحمد لله ربنا يبارك في نساء المسلمين يا رب ويحفظهم يا رب ويجددوا البيعه مع رسول الله. اوعى تنسوا البيعه، ده اهم حاجه. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيتبعوا اكتر اثنين هيتبعوا الدجال، تخيل مين؟ اليهود، يهود اصبهان، والنساء. لان اليهود بيموتوا في المال والذهب والكنوز، والنساء بتموت في الذهب. فأكثر أتباع الدجال من اليهود ومن النساء في زمن الدجال، أنا بتكلم عن زمن الدجال. طب إيه الدليل على الكلام اللي أنت قلته ده؟ عايزين دليل. أنت عمال تقول لي السماء هتمطر والأرض عمالة تطلع مش عارف بترول وإيه الكلام ده، عايزين دليل. اسمع الدليل بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في وصف الدجال فقال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. طبعا داخل عليهم يقول لهم ايه، انا معايا جنه ومعايا نار واقدر اخلي السماء تمطر و فهيؤمنوا بيه ويستجيبوا. ده مين ده؟ اللي هم ما عندهمش ايمان ولا توحيد ولا عقيده. فيؤمنون به ويستجيبون له. خد بالك بقى، فيأمر السماء فتمطر. ده روايه حديث مسلم. فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم. ايه تروح؟ تروح يعني ترجع اخر النهار. ايه سارحتهم؟ الماشيه التي تسرح. خد بالك، يبقى الدجال هيامر السماء تمطر ويامر الارض فتنبت، تقوم الماشيه بتاعه الناس دولت ترجع بقى ما شاء الله ماليه لحم وصحه والدروع بتاعتها مليانه لبن وصحتها في اكمل يعني اكمل حال. بلد. قال: فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا. الذروع بتاعتها مليانة وأمده خواصر. ثم يأتي القوم، ناس تانيين بقى، ناس إيه؟ ناس يعني مؤمنين بقى، عندهم عقيدة عندهم توحيد. شوف الفتنة فين بقى، فتنة كبيرة جدا بقول لك. فيدعوهم، يأتي لأهل الإيمان بقى فيدعوهم فيردون عليه قوله. أنت مجنون؟ أنت بتقول إن أنت الله؟ وهل ربنا يخفى عنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جل جلاله؟ فيردون عليه قوله فينصرف عنهم الدجال فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يا سبحانك يا ربي، يعني يمر على أهل الكفر يدعوهم فيتبعوه فيخلي المطر ينزل من السماء ويخلي الأرض تنبت ويخلي الماشية بتاعتهم تبقى تخينة وسمينة والدروع بتاعتها مليانة لبن. ولما يعدي على أهل الإيمان والتوحيد ويقولهم يتبعوه هيردوا عليه القول وهيكذبوه وهيكفروا بالدعوة بتاعته، فيحصل إيه؟ فيصبحون ممحلين، الماشية بتاعتهم ضيعة والأرض ضيعة ومفيش مطر ومفيش نبات و فتنة. عشان نصبر، وهتشوف دلوقتي المجاعة اللي هتحصل والناس في عهد الدجال هيكون أكلهم عجيب بجد بجد، أكل عجيب جدا، أغرب طعام فيك يا دنيا منذ خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. أغرب نوع طعام في الكون ده كله هيكون الطعام اللي هيكون للمؤمنين في عهد الدجال. خد بالك. طيب، ويمر بالخربة، بالأرض الخربة، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعاسيب النحل يعني ذكور النحل، يعني جماعات النحل. عارف النحل لما يمشي كده في أسراب؟ واخد بالك، الكنوز بتاعة الأرض الخربة ديت هتفضل ماشية ورا الدجال كأنها إيه؟ كأنها جماعات، جماعات ماشية وراه، ذهب وفضة ومنجنيز وفسفور وحديد كل الهيصة دي كلها ماشية ورا مين؟ ورا الدجال. لكن الفتنة ديت هتكون فتنة لمين؟ الكفار
والمنافقين. أما أهل الإيمان لا يمكن يفتنوا بهذا. ولذلك كان في درس عظيم جدا في العقيدة في هذه المسألة، لكن الحقيقة الوقت يعني إيه خلص. هختم بالحتة الدرس الصغيرة ديت، إن واحد كما ورد في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة أنه قال ما سأل أحد من النبي عن الدجال أكثر مما سألته. بيقول أنا أكثر واحد سألت النبي عن الدجال. فقال وما سؤالك؟ بيقول المغيرة بن شعبة قال قلت يا رسول الله إنهم يكونون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. يعني كانوا عايز يقولوا يا رسول الله ده في عهد الدجال هيكون معاه الجبال بتاعة الخبز واللحم والمية، هيبقى معاه أكل وشرب ومية وكل حاجة، يبقى معنى كده إن احنا كلنا هنضيع وهنجوع. فقال صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، يعني أهون على الله من إن ربنا يجعله فتنة لأهل الإيمان. أبدا هو فتنة للناس اللي ما عندهمش لا إيمان ولا عقيدة ولا توحيد. الفتنة الرابعة للدجال دي هنعرفها إن شاء الله، ونعرف بقية فتن الدجال والإمكانيات والأشياء الخطيرة جدا اللي ربنا أعطاها للدجال فتنة للمنافقين وللكافرين. ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم. انتظرونا يوم الاثنين القادم عشان نعرف بقية فتن الدجال، وعشان نعرف قد إيه فتنة الدجال دي أعظم فتنة. بالله عليكم محدش يبات ليلة إلا وهو بيقرأ سورة الملك، سورة تبارك الذي بيد الملك فهي منعته من عذاب القبر. ويا ريت نحفظ الليلة دي بالله عليك لننجو من فتنة الدجال. يا ريت نحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ويبارك في أعماركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائكة حولنا.